وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق فرادة الله في العهد القديم بظهور أصحاب التصوف في البيت الكريم بتجدي وتكريم، فاتت القرة الباهرة بالنعمة والصلاة والمنة الرامية. فانطلق البيت تسير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هذه نفسي جمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الاسلام الكريمه والبطون. هذه اصول ضمه إلا ما تمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في موضع استقراره وموضع خروجه. قد بدت الأقدار الأشرية بما قضت وأكرمت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصص فيه من خصصت، فكان مستقره في الاسماء الفاخره والانعام الشريفه طال حتى برز في عالم شهاده بشرا لا كالبشر، ونورا حير الاسماء ظهوره وبهره، فتعلقت همه الرؤيه من هذه الخروف بأن يرغب في هذا الجرب اسمه لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأصول لا تفي لأصول شان أوصاف ذلك الموصوف تشبيكا للسامعين من خواص المؤمنين وتوحيحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تغرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن أنزل إلى تدوين ما حفظتني شيء أصبح المخلوقين، وما ضربه الله به في موعد من فضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلم بهذه الحضرة الكريمة، ولا عين لشوق إلى السماء الأوصاف العظيمة. ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على